بسم الله، انا سميتي الغوات الحسن. المهنه ديالي صدور حداد. واخي ملي تلاقينا الخبر يعني تصدمنا، ما يعني تصدمت انا، ما كانش فيا، ما كانش عندي البال بهذا الشيء. هذا الامور عاديه يعني، مشيت جيت تنقول راه الامور هانيه يعني، زعما تلقيت واحد الخبر بان راه ولدك هادر ودار، يعني ما صدقتش انا، يعني صدمني هذا الشيء. هذا الولد ديالك كيفاش كانوا التصرفات ديالو زعما في الدار في الزنقه؟ الولد ديالي اخي كان يعني داخل سوق راسو، كان يعني زعما نشيط في الحياه ديالو، تيدخل بخير خارج مزيان، يعني ديما ضاحك. ولكن المشكل اللي دابا قدر الله ما شاء فعل، يعني مرت من اللي مرت بحال الدري، بحال تاثر بالمرض ديالي، يعني ما بقاش كي عنده ديك النشاط، ما بقاش يعني، ولا غير ساكت، ولا المناقشه ولات مع قليله، يعني زعما يتناقش معك مثلا، جلس معك تيريح ما تيهضركش، يعني بحال حاس بيا انا، ما تنبغيش نضغط عليه باش ما فهمتي، باش ما ينفعلش، باش بزاف ديال الحوايج يوقعوا. تنقول ولدي غير سير لمدرستك، هذه راه الامور هانيه، ما كاين حتى مشكل. يعني هذا هو اللي بان لي انا، بان لي تاثر غير بالحد المرض ديالي والنقص من ناحيه الماده، يعني ما بقاش بنادم يعني تيصرف داك الصرف اللي كان، يعني كان بنادم دور مع هذا دور مع هذا، يعني ما بقاش داك الشيء. ومن ناحيه الكسوه، ومن ناحيه يعني باين داك الشيء، فهمتي، بان دليل بان الدري يعني بانت عليه الحاله، يعني متقوبه عليه السبرديله، مقطع عليه، يعني ولا عاتي راوغ فهمتي باش يمشي للمدرسه ويجي. نوعيه المرض اخي عندي السياتيك، ودرت دوز في الطبيب، واحد الطبيب اختصاصي الله يكثر خيره، قال لي يا ودي راه الا بغيتي تبقى بخير وعلى خير، ما خصكش تبقى تهز تقول، ما خصكش تجلس نيشان تنوض نيشان كذا. ولكن حنا بالنسبه ليا الصدور وهذاك الشيء، يعني الا ما كنتيش تهز تقول، ما كنتيش دير هذه، ما كاين والو، يعني ضروري، لان الا بغيتي مثلا تبقى صحه جيده خصك شي خدمه تبقى جالس فيها، ما تحرك ما والو. ولكن هذا الشيء المستحيل، هذا الشيء ما غايجيبش لك الخبز. انا موت المهدي راه كل شيء عارف هذا الشيء انا، وهذا الشيء اللي عطى الله وصافي. حنا تنعاني معاناة كثيرة، حنا الناس مبقيناش نعسو، الظروف مبقاتش كي كانت، بنادم ما ينعس شاي، ما ياكل شاي، ما الراحة ما كايناش، والو ما كايناش. هو كون عرف هادشي غادي يوقع وغادي ما كان ما يديرش هادشي هذا، ولكن الدري كون كان عالم بالقانون وعارف هادشي ما غاديش يدير هادشي. وقال صافي انا نسلم الرسالة الملك وغادي نجي للدار، صافي هذا الشيء لي. تلاقى القبض عليه تقريبا، وتلاقيت به نهار الحد، نهار الحد قبضوه نهار السبت، وعيطوا لي نهار الحد. انا بالنسبه لي كانوا تيعيطوا لي، تنقول لهم فين ولدي، ما عارفش ولدي ديك الساعه فين كاين. نهار الحد عيطوا لي، مشينا عنده، يعني داروا التقارير ديالهم داك الشيء المحضر وهادي. المهم تلاقيت مع الدري، تسلمت عليه، تعانقت معاه، يعني ما فيه لا جرح على يديك الاخر، الدري سليم. والحاله النفسيه ديالو؟ الحاله النفسيه هي اللي شويه مؤثره، راك عارف ماشي بحال دارهم مثلا، فهمتي، يعني راه مشيتي للكوميسيريا، ولا مشيتي مثلا الحبس، ولا مشيتي، يعني راه ما النقص تيكون طبيعة الحال. الحالة النفسية الإنسان تيكون حر، تيولي محبوس، راه الحالة النفسية تتأثر من طبيعة الحال. شي محامي تكفل بالقضية ديالو ولا؟ أخي ملي مشيت عيطوا لي الاستئناف وداك الشيء، عيطوا لي الناس من هنا، بعدا من هنا من الكوميسيرية، قال لي غدا ودي راه كاين وكاين، خصك تطلع للاستئناف. هي هذيك ملي مشيت تما تلاقيت بهم، دوك الناس اللي كثر خيرهم، يعني زعما بقاو معايا حتى بشوف حالاتهم، دوك الناس صحاب التحقيق. وملي دخلنا عند الوكيل الملك، قال له ودي واش عرفتي راسك اش درتي؟ الدري بقى تيشوف فيه، قال لي راه اخترقتي الموكب، قال لي راه اصعب حاجه هي دي اللي درتي، قال لي راه تيعاقب على القانون. قال له ودي انا ما تيصحبش ليا بان هادشي كاين، وانا ما عارفش، وما عمرني نعاود،
الطريق بقى تيبكي مسكين بحال يعني ما في بالوش شي حاجه، بالو غير الحق يعطيه رساله ويتقوى يمشي بحال. فهمتي هو قاصر يعني حتى الفكره اللي غتراودو زعما باش يمشي مثلا يتعرض للموكب ما كانش عنده، يعني لقى لي كيمشي تيكون عارف القوانين ديالها، ما يمكنش يخترق واحد الموكب رسمي ديز. هادشي اللي بغيت نقول لك. لا ما عمري شفتو، من خرج السبت في الصباح ما عمري شفتو، من تما ما شفتو. حاليا دابا باقا ما مشيناش ليه، مع با مريض وكي غندير ليه تنديه. خاصك ليه يديك، خاصك ليه وبعيد داك كي غنمشيو بعيد بزاف. شكون اللي غيديك تاتام وشكون اللي غيجيبك وشكون؟ خصنا نمشيو بثلاثة الدري وأنا وبا. باقا حاليا ما مشيتش عنده، ما ديت لي لا حوايج ولا حتى شي حاجة. الحوايج اللي كان بيهم راه باقي بيهم، ما مشيتش حدي الآن. ما عرفتش الزيارة وقتاش، ما باقا ما مشيتش. محامي ملي طلعنا عند القاضي نفس الكلام هضرنا، قال لينا ودي على القانون تيعاقب على هذا الشيء، ما يمكنش تخترق هذا الشيء. يعني من طبيعه الحال الدري بقى تيبكي وهذا، قال لك ودي، قال لي واش تسمع النطق الحكم ديالك ولا دير محامي. انا شفت عييت، واخا ما عندي باش ندير محامي، المهم قلت ليه ما يمكنش لك تشوف الدري غيضيع، ضروري خاصك دير محامي باي طريقه. قلت ليه نديرو محامي، درت المحامي اجلوا لي، قال لي نهار 30 شهر 4 نجيو لهاد البلاصه هادي، وانا واخا ما عنديش باش ندبر داك الشيء، المهم خاصك تموت لا بغيت ما تخليش ولدك يضيع. هذا راه هو ديال الحلاقه باش تي كان تيقضي وصافي، هادي خاسره. ايوا هادي غدبر عليها، ايوا هادشي اللي عنده صافي، ما عنده لا شي شوار، ما عنده لا ماركه يتعلم فيها، ما عنده بحال هادي كاين الرام غاليين بزاف. هادشي اللي عندنا تيقضي به وصافي، واليوم كان عنده امتحان ما كتبش راه ما دوزو شي. الخل مهدي الغوات، ماما مريضه بالقلب، وبابا في الشهر 12 كان فيه الحريق كل مره. وتنطلب من الملك يطلق خويا، حيت العفو عليه، حيت هو ما عرفش هادشي غيكون. ولكن اخي رغم من ذلك هادشي كامل غنوجه واحد النداء من هذا المنبر لمحمد السادس نصره الله ملك هاد البلاد، ان يعفو عن ابني لا زال قصيرا ولا يعرف شيئا، من الدراسة للدار، دراسة للدار، لا علاقة له بالقوانين، لا يعرفها أبدا. ونطلب من الله سبحانه وتعالى يتجاوز على الجميع. نطلب من الله سبحانه وتعالى والمالك ديالنا الله ينصرو، قلت لك صراحة ولدي هادشي اللي تنطلب. ما النفسية ديالي أنا نهارت بزاف بزاف بزاف.